الحقيقة من أعجب كلمات الرسول وأصدقها، وكل كلمات الرسول صادقة، يقول إن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. هل صدام عدوك؟ الرسول يقول إيه عدو، لكن مو أعدى عدو. هل برجنيف عدوك؟ نعم برجنيف عدو، لكن مو أعدى عدو. إن أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. ومن الغريب أن الإنسان يتمكن أن يهدي العدو، لكن هذه النفس فرد شيء غريب غريب، يجب علينا أن نصلحها نحن. وهذه هي التي سوت صدام صدام. يا إخوة، من صنع من صدام صداما؟ من صنع من بيجن بيجنا؟ من صنع من معاوية معاوية؟ من صنع من يزيد يزيد؟ نفسه. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يقول القرآن الحكيم. إن كل إنسان سيء نفسه تصنعه سيئا، وبالعكس كل إنسان حسن نفسه تصنعه حسنا. من صنع من أبي ذر أبي ذر؟ من صنع من ميثم ميثم؟ من صنع من حبيب بن مظاهر الأسدي حبيب بن مظاهر الأسدي؟ من صنع من سلمان سلمان؟ أنفسهم صنعت أيضا. المنطلق من هنا، المنطلق من النفس. لازم إحنا نصلح النفس. صدقوا يا أخوة، لو أن المسلمين 1,000,000,000 أنفسهم صلحت في يوم واحد، يخرجون عن الاستعمار في يوم واحد مو أكثر.